السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأحييكم وأرحب بكم مع حلقة جديدة أخرى من برنامج كن نجما. عالم النجومية هذا مثله مثل أي سوق أخرى، له قوانينه وأسراره التي تحكمه وتنظمه. تلك القوانين ستساعدنا على فهم أفضل لعالم النجومية، وبالتالي نفهم آليات التعامل مع هذا العالم الغريب. سنتعرف اليوم على المجالات التي يحتاجها النجم، ونتعرف أيضا على حجم الجهد المطلوب منه لصناعة نجوميته وقوانين النجومية الرئيسية، ومنها التوازن بين الشكل والمضمون وبين النظرية والتطبيق، وعلاقة النجومية بالقدوة وهذا الذي نطمح إليه، وكيف تستغل النجومية من أجل الاقتصاد وترويج النجومية من أجل المال. سنتعلم كيف يكون النجم صورته الذهنية، ونتعلم أن هذا العالم عالم النجومية له دورة حياة، وغيرها من المواضيع التي أرجو أن تنال إعجابكم وتقضون معها وقتا ممتعا ومفيدا. فلننطلق مع قوانين النجومية العشرة. القانون الأول من قوانين النجومية هو تكامل الشكل مع المضمون. نحن اليوم يقولون نعيش في زمن ثقافة الصورة. في هذا الزمن لم يعد المضمون مهما كان متميزا، لم يعد وحده قادرا على صناعة النجم، بل ممكن اليوم الشكل يصنع النجوم مهما كان المضمون خاليا. ولكم مثل ظاهر في عارضات الأزياء وعارضيها. عادة الناس أن تحكم على ظاهر للأسف. في صحيح البخاري مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جالس عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، يعني إذا تقدم للخطوبة لبنت أن يزوجوه، وإن شفع أن يشفع، إذا توسط تقبل وساطته. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي اللي جنبه: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمنا ويعلمه مبدأ أساسي أن المضمون أهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا، يعني الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا، ذاك الغني اللي كان منافق. هذا لا يعني أن النجم لأنه لابد أن يهتم بالشكل والمضمون كما ذكرنا وكلاهما مهم، لا يعني كما يفعل بعض الناس أن يتفرغ النجم لعمليات تجميل، بل يعني ببساطة الاهتمام أكثر بالمظهر والذوق الجمالي والحضور الأنيق. نحن عندنا مشكلة اليوم في العمل الإسلامي، كثير من الناس اللي يظهروا بالتلفزيونات الإسلامية الشكل لا يناسب التلفزيون، يجب أن يتكامل الشكل مع المضمون. هنا قصة لطيفة، أن سيدنا جعفر الصادق وهو من أئمة السنة والشيعة، هو أستاذ أبي حنيفة، كان يلبس ملابس فخمة في درسه وهو حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم من الأيام جالس في المجلس، فواحد من الناس قال: يا إمام، هذه الملابس الفخمة ليست ملابس أبيك ولا جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال، فعل شيء عجيب، رفع الثوب وإذا ثوب خشن تحت الثوب الأنيق،
فقال هذا عن الثوب الخشن لباس أبي وجدي لكن لا يرضيكم إلا هذا. الشكل في ذلك الزمان يهتم به، فكيف بزماننا اليوم؟ فمطلوب من النجوم أن يتكامل الشكل والمضمون. قانون آخر أن الرسالة نظرية والنجم هو التطبيق. النجم عندما يحمل رسالة حضارية للأمة والجماهير يجب أن تصل هذه الرسالة. متى؟ عندما يتمثلها النجم واقعا في حياته، عندما يدافع عنها، عندما يضحي في سبيل تحقيقها. الشهادة في الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، المبادئ هي في لا إله إلا الله، وتطبيق هذه المبادئ في محمد رسول الله هو الذي طبقها حتى يراها الناس، حتى تكون الرسالة واضحة، حتى تصل إلى الجماهير بشكل لا لبس فيه. لا بد من تقديم قدوة تمشي على الأرض، عندها يرى الجماهير هذه الرسالة وليس فقط يسمعوها ويعرفوها. لا يوجد في الإسلام انفصام بين القول والعمل، لا يوجد انفصام بين النظرية والتطبيق. أما نجومية الشعارات الفارغة من أي مضمون فهي نجومية كاذبة، نجومية خادعة للجماهير. فهذا هو قانون آخر من قوانين النجومية. قانون رئيسي هو لا نجومية بلا تعب. طبعا ممكن إنسان يصير نجم فجأة هكذا، يرمي حذاء على رئيس دولة يصبح نجما هذا ممكن، لكن الوصول للقمة دائما صعب، في الغالب صعب الوصول للقمة، لكن عندما تقف عليها ستشعر بحجم الإنجاز الذي تم. يختصر المتنبي ضرورة التعب في سبيل القمة وفي سبيل المجد. هذا الشاعر العبقري إمبراطور الشعراء يقول: لا يعرف المجد إلا سيد فاطن لما يشق على السادات، الأمور التي تشق على السادة، لما يشق على السادات فعال. لولا المشقة، لولا التعب هذا، لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر، الكريم كرم شديد يتعرض للفقر، الجود يفقر والإقدام قتال. إنسان لما يقف مواقف قوية ويتقدم ويعني يصبح أمام الصفوف عندها يتعرض للخطر. ولو سألتم العديد من الناجحين لوجدتموهم قد حفروا في الصخر وتعرضوا للفشل مرات والخسارة أكثر من مرة حتى حققوا النجاح أخيرا. الوصول للنجومية يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى تصميم، شجاعة، مثابرة، صبر، عزم لا يلين، خليط من الكفاءة من جهة والمهارات، وكيف ندير الحياة وفق خطة منهجية. هذه الخطة توفر لنا خارطة طريق للوصول إلى المجد. أكد الشعراء هذا المعنى كثيرا: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. وقالوا كذلك: لا تحسبن المجد تمرا، لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. صبر اللي هو الحنظل، هذا النبات المر. حتى من يظن، بعض الشباب بعض الفتيات يظن أن ليس لهم مكان على القمة وأنها خلاص انتهت وطارت الطيور بأرزاقها وكل من وصل وصل وأنا ليس لي مجال، يجيبهم الشاعر قائلا: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. دائما هناك فرص، دائما هناك إمكانية أن يتميز الإنسان. التعب الذي تحتاجونه للوصول إلى القمة هو نفسه الذي سيعلمكم كيفية المحافظة على هذه القمة. قانون آخر:
لا نجومية بلا إعلام. كثيرا ما يوجه النقد إلى وسائل الإعلام لأنها تساهم في صناعة نجومية لأشخاص لا يستحقونها، لقدوات سيئة، قدوات سيئة لشبابنا وفتياتنا صنعهم الإعلام. لكن في النهاية لابد من أن يكون النجم تحت الأضواء ليكون نجما، فلا نجومية بلا إعلام. حدثوني عن أي إنسان متدين أو غير متدين، عالم أو غيره، مشهور ليس له وجود في الإعلام. حدثوني، اليوم الدنيا يصنعها الإعلام. كم من نجم حقيقي قدم للأمة جهدا فكريا وإنتاجا غريزا لم يعرفه الجمهور، لأنه لم يتقن لعبة الإعلام أو كان زاهدا في الشهرة. وكم احتفى الشرق والغرب بأنصاف المثقفين، أنصاف المفكرين، لمجرد أنهم شذوا عن الأمة في عقيدتها وهويتها فأبرزوهم وصنعوا منهم نجوما. الإعلام أمر خطير لا بد أن يتعامل معه النجم. قانون آخر، لا نجومية بلا تخصص. التخصص، وإن شئتم كلمة أدق، فهو التركيز. فالتخصص هو الذي يجعل النجم نجما. عندما نذكر الداعية عبد الرحمن السميط رحمه الله تعالى، أخي العزيز، يجمعنا الله تعالى معه وأهله في الفردوس، سنذكر فورا لما يذكر اسم السميط نتذكر فورا الدعوة في أفريقيا، حيث أسلم على يديه أكثر من 11 مليون، بل قيل 12 مليون إنسان. وعندما يذكر اسم الدكتور عبد الوهاب المسيري سنذكر الفكر، نذكر فورا موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. عندما يذكر اسم الأديب نجيب الكيلاني رحمه الله تعالى نذكر فورا الأدب الإسلامي، القصص الرائعة. كثير من الشباب اليوم يقرأ قصص تافهة، اقرأوا قصص نجيب الكيلاني لما فيها من أدب وما فيها من قيم. النجومية تتطلب التخصص، أو إن شئتم التركيز، التمكن من مجال معين، البروز فيه. فالنجومية تحتاج إلى تركيز لا تشتت. ولن يحقق النجومية شخص تراه يوم مقدم برامج، وفي اليوم الثاني مخرج تلفزيوني، وفي اليوم الثالث مصلح أسري، وفي اليوم الرابع محلل اقتصادي في البورصة. هذا تشويش للهوية، بحيث لا يستطيع الجمهور أن يصنف أو يتذكر. بعد الفاصل بإذن الله تعالى أكمل معكم هذه القوانين الهامة للنجومية، فكونوا معنا. زي ما بيقولوا أصعب حاجة إنك تحافظ على النجاح. إحنا دايما بنحاول كل مرة نطور أكتر عن المرة اللي قبلها، كل مرة بنحاول نحسن المحتوى، نحسن الأداء، نحسن صورة المحتوى نفسه اللي بتطلع للجمهور. بنحاول نقدم للجمهور أفضل حاجة عندنا، لأن هم فعلا يستحقوا مننا ده. التجديد من أهم الأمور بالنسبة للفنان. بالنسبة لي يعني التجديد يكون من خلال الاستماع إلى أعمال فنانين آخرين، أحيانا حتى الدراسة الأكاديمية تساعدك في أن الوسائل اللي عندك تزيد، فبالتالي تخرج عن ما قدمته سابقا، يصير عندك أدوات للتلحين أخرى جديدة، أدوات للتوزيع الموسيقي، أفكار جديدة، فهذه بلا شك تساعد، وأحاول أني يعني أخذ منها. ما أعتقدش أن في أي حد نجم وصل بسهولة إلا عن طريق الوسطى يعني. وانا لا عمري اشتغلت اعلام، ولا في حد من قرايبنا اعلام، ولا حتى التيم اللي شغال معايا في برنامج يوتيوب ليه اي علاقه بالاعلام في الاصل يعني. فبالتالي تعبنا كتير على ما قدرنا نوصل للي احنا فيه دلوقتي. بكل تأكيد الواحد مع الخبرة والمسيرة الطويلة بيكون غير كتير من قناعاته، وغير كتير من أفكاره، وغير كتير من توجهاته. أنا شخصياً الآن
غير ما كنت قبل 15-16 سنة لما بدأت مثلا غناء أو احتراف الغناء صح التعبير. أنا بالنسبة إلي بوصلتي صارت واضحة، عارف حالي وين رايح، عارف حالي شو رح أقدم، عارف حالي من هون لسنة شو رح أقدم، عارف حالي من هون لخمس سنين شو رح أقدم. هذا الحكي ما كان في بداياتي، وهون نحن أنا هاي رسالة بحكيها للناس اللي على طريق النجومية في بداياتهم. كل ما قدرت تحدد بوصلتك عبكير كل ما كان عطائك أفضل بكتير. إذا تأخرت في تحديد بوصلتك رح بوصلتك رح تكون أقل عطاء وأقل تأثير، إن صح التعبير رح يكون تأثيرك أقل بكتير مما لو كانت بوصلتك واضحة من البداية. أهلا بكم ومرحبا مع كن نجما، وحديث هذه الحلقة يدور حول قوانين النجومية. حدثتكم قبل الفاصل عن مجموعة من القوانين التي يجب أن يفهمها كل شاب وفتاة نطمح نحن أن نجعل منهم نجوما راقية ذات قيم ورسالة بدل النجوم التافهة التي امتلأت بها الأمة. هذه القوانين ضرورية لصناعة النجوم، ومن القوانين الهامة أن يفهم كل الشباب دورة حياة النجومية. للنجومية دورة حياة تعتمد على عدة عوامل، منها الموهبة والمهارة، فكلما كانت الموهبة والمهارة ضعيفة كانت دورة الحياة حياة النجومية للنجم قصيرة، حتى لو حصل على كل الدعم الإعلامي. وكثير رأينا من النجوم انطفأوا لأن مهاراتهم محدودة، فأنا أسميها أقول خلص البنزين اللي عنده، اللي خلص البنزين اللي عنده انتهت نجوميته. أيضا النجومية ودورة حياتها مرتبطة بالمدة، فنجومية الرياضي تنتهي مع نهاية لياقته البدنية، ونجومية الفنان تنتهي مع ذبول الشباب للأسف في معظم الأحيان. هناك نجومية إذن قصيرة وهناك نجومية طويلة، هذه ستعتمد على التخصص على المجال، لكنها أيضا ستعتمد على مدى التمكن مدى الامتلاء، فكلما كنتم ممتلئين كلما زادت مدة النجومية. وعلموني أساتذتي قالوا امتلئ قبل أن تعطي، امتلئ قبل أن تعطي. وقبلهم علمنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصبحوا قادة امتلئوا بالعلم، امتلئوا بالمهارة، عندها تستطيع أن تعطوا مدة أطول. تتعلق حياة النجم أو دورة حياة النجومية أيضا بالعلاقات. قوة العلاقات هامة جدا في فتح الكثير من الفرص والكثير من الأبواب لممارسة النجومية وتعزيز النجومية، فكلما كانت علاقات النجم أكثر كلما كانت دورة حياة النجومية أطول. أيضا التجدد، فالنجم الذي لا يتجدد مهما كانت له علاقات مهما كانت له مهارات لن يستمر نجما. يحدثني واحد من الشباب يقول كان يتابع أحد الدعاة المشهورين، بعد فترة وقف، فسألت ليش وقفت أنت كنت مريد من مريديه، قال لي يا دكتور ما أسمع أي شيء جديد، نفس الأمثلة نفس القصص نفس المواضيع نفس الطرح، ما في أي تجدد. وخاصة إذا كان النجم سيظهر في الإعلام، الإعلام مثل المحرقة التي تحتاج إلى وقود مستمر، هذا الوقود ينحصر في سؤال رئيسي واحد، ما هو الجديد، ما هو المثير المحفز على النشر واستثارة فضول الناس، ما الذي سيشد الناس. تأملوا حال بعض الفنانات ممن دخلنا عالم السينما وكانت نجمة شباك تذاكر كما يقال عنها، فلما كبرت في السن وذهب الجمال وكان هو رصيدها الوحيد ما عندها مهارات حقيقية انطفأت تلك النجومية ولم يعد لذكرها لسان، ولجأت بعضهن إلى الانتحار لما ذهب عنها الإعلام. قانون آخر أن نفهم أن النجومية لها علاقة بالاقتصاد، النجم اليوم مؤسسة مالية متحركة،
مؤسسة من المصالح الاقتصادية، لولا أنه كذلك وهي كذلك لما حرصت كبرى شركات السيارات والملابس والعطور على رعاية النجوم والنجمات حتى يركبوا سياراتهم، يلبسوا ملابسهم، يتعطروا بعطورهم. الجمهور يحب أن يقتني نفس الماركات اللي النجمة تقتنيها، نجمه المفضل أو نجمته المفضلة. عديد من الإعلانات اليوم التجارية تصرف الملايين من الدولارات لكي تضمن وجود نجم مشهور في الإعلان لأنه يروج لسلعتها. النجم العالمي جورج كولوني تعاقد مع شركة تصنيع قهوة أمريكية منذ عام 2005 وحصل من وراء ذلك على مبلغ سنوي قدره 5 مليون دولار. المطرب العالمي جاستن بيبر، هذا الشاب الذي خرج فجأة ومن اليوتيوب برز، في عام 2010 أبرم عقدا إعلاميا مع شركة ملمع أظافر خاصة بالسيدات مقابل 12 مليون دولار. مايكل جوردن، هذا اللاعب الشهير في كرة السلة، تعاقد مع شركة مستلزمات رياضية نايكي مقابل 60 مليون دولار سنويا. اليوم حتى في عالمنا العربي أسعار المطربين والمطربات العرب في الليلة الواحدة تصل إلى أكثر، بعضهم يصل إلى أكثر من 200 ألف دولار في ليلة واحدة. راتب دكتور أو مهندس يمكن 3 إلى 5 سنوات. بل إن بعض النجوم يتقاضون ما بين 10 و20 ألف دولار على التغريدة الواحدة التي يروجوا فيها لأمر معين. النجومية اليوم صارت صناعة اقتصادية ضخمة وأرقام فلكية هائلة. فتذكروا أن تستعملوها لخدمة أمتكم وليس الانحطاط بها. قانون آخر، أن النجومية صورة ذهنية. تذكروا ذلك، النجومية في كثير من الأحيان ليست هي الحقيقة، النجومية هي صورة. نجومية النجم ليس بالضرورة ما هي عليه في الواقع، بل هي ما تقدمه وسائل الإعلام من صورة في الأذهان للنجم. هناك نجوم قدمهم الإعلام أنهم مثال للالتزام الأسري ويطلعوهم في الصور وفي الأفلام وفي اللقاءات مع زوجته وأولاده ويحضنهم، ثم يصدم الجمهور بعد ذلك بطلاقه. هناك نجوم يقدمهم الإعلام على أنهم مثال في محاربة الفساد والإفساد، ثم يصدم الجمهور بدخولهم مصح طبي للعلاج من الإدمان على المخدرات. هناك نجوم يقدمهم الإعلام كمثال للوطنية العالية وأغاني وطنية راقية، ثم يلقى عليه القبض في التهرب الضريبي ولا غيره. تذكروا أن النجومية صورة ذهنية، فكونوا حقيقة الصورة ولا تكون الصورة. قانون آخر، أن النجومية قيادة. النجومية هي مرحلة أعلى من القيادة، فالنجم الذي لا يمتلك مهارات القيادة، فن اتخاذ القرار، لن يحقق النجومية التي يتمناها. بل أنا أسأل في دوراتي عن القيادة، أسأل الحاضرين، أقول لهم هذا الفنان الكبير أو الفنانة الكبيرة هل هم قادة؟ فيحتاروا، وأقول لهم انتبهوا، معظمهم ليسوا قادة، لأن القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. هؤلاء لهم معجبون، ليس لهم أتباع. سيقودهم السياسيون، سيقودهم التجار وغيرهم. فأي شخص يضع نفسه في الصف الأول أمام الجماهير لابد له من إرادة مستقلة، شخصية قيادية يتميز بها عن أقرانه، يكون أهلا للثقة التي نالها من الجمهور. لكن أن يصل للنجومية ثم يستغل من قبل السياسيين أو غيرهم، في النهاية هذا ليس نجم حقيقي. قانون آخر يجب أن ينتبه له من دخل عالم النجومية، وهو عدم الغياب. النجم لا يجب أن يغيب عن جمهوره الذي ينتظر الجديد منه باستمرار. على النجم أن ينوع في وسائل ظهوره، لينوع في الشرائح التي يصل إليها. في حال اضطرار النجم إلى الغياب، يجب أن يكون غيابا مدروسا،
حتى لا تفتقد الجماهير ويملأ الفراغ غيره من النجوم الذين لا يستحقوا. في حالات معينة بالعكس حتى يعني جيد أن النجم يغيب عمدا عن جمهوره، خاصة لما يكون ما عنده شيء جديد فيروح يتعلم. عندما يصل الجمهور إلى حالة من التشبع من ظهور النجم يظهر كثيرا أو يكرر نفسه، فهنا من المطلوب أن النجم يجدد نفسه. وقد يحتاج النجم إلى العزلة ليتمكن من استعادة صفاء نفسه ومراجعة نيته ومساره وخططه، ويتعلم مزيد من المهارات ليجدد فيعطي المزيد، عندها تعود له نجوميته. هذه معاني وقوانين أتمنى أن يتخلق بها نجوم المستقبل الذين نطمح أن يقودوا الأمة بقيم ورسالة، ويستغلوا النجومية كوسيلة. صناعة النجوم وسيلة وصناعة القيم غاية، فلا نضحي بالغاية من أجل الوسيلة.